السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. لا فيديو اللي كتخص لا برودكسيون دو ليكري، فرد من فروض المراقبة المستمرة المرحلة الثالثة بالي 3 بور لو نيفو 6 اني دو لونسينيومون بريمير، المرحلة الثالثة من فروض المراقبة المستمرة الدورة الثانية. إذا اللي أول مرة كيشوف القناة ديالي مرحبا به، ومرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة. كنرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. اذا لا برودكسيون دو ليكري عندي دو كاستيون ايسي، كل سؤال عليه 5 ديال النقط. دونك لا بروميير كاستيون سي مي اون اوردر لو تيكست سويفون اون ايكريفون لي نيميرو دو 1 ا 6 دون لي كاز كي كونفيان. دونك عندي 6 ديال الجمل، غادي نحاول نرتبهم من 1 حتى ل 6 باش نحصل على واحد لو تيكست اللي هو مفهوم، واحد النص اللي هو عباره عن نص مرتب بشكل صحيح. صافي، من طبيعه الحال حنا في هذه الوحده الثالثه قرينا في production de l'écrit, dans ce diel, mettre en ordre un texte à caractère informatif qui se rapportant aux sciences et technologies. Donc, Nakrina, ou qui fait de drtub, ou le mokawinat diel ou de texte informatif, et khbari, elle a yach, elle a le mandou diel, l'ilm ou technologie, li ou l'unouan diel ou de. Donc, on a qu'on l'a bien, on a qui fait ce nartubu, car tu vois, ou le haja, yani, elle a chaque le bhala, bhala l'arbi, yani, le mokadima, l'ard ou khatima. Le mokadima, je nous qui confie. كيكون فيها لا ديفينيسيون ديال داكشي اللي باغيين نهضروا عليه. دونك لاحظوا هنايا قبل ما نرتبوا نقراوا بعدا. بروميييرمون يعني اولا، بور موا جيم انترنيت باسكو سي تري اوتيل بور فير دو لا ريشيرش. دونك بروميييرمون اولا انا كنبغي الانترنيت حيتاش كينفع بزاف باش نديروا الابحاث ديالنا. لا تكنولوجي اي تري امبورطون دو نو جور، التكنولوجيا مهمه بزاف في يومنا هذا، باسكو اون لوتيليز لا بلوبار دو طون بور بريسك تو، حيتاش كن نستعملوه في غالب الاوقات او تقريبا كنستعملوه غير هو غير في الانترنت. اونسويت من بعد انترنت نو بيرمي دو ريستي اون كونتاكت افيك تو الموند، الانترنت كتمكننا اننا نبقاو ديما مرتبطين مع العالم كامل وفي تواصل مع العالم كامل. دونك انترنت سي اوتيل كون اون سي بيان سان سيرفي، يعني الانترنت هي مفيده خصوصا ملي كنعرفو نستعملوها، يعني الا استعملناها بطريقه صحيحه. بوي من بعد او ليو دو ليغ ان ليفغ اون شيرش لا فاسيليتي، عوض اننا نقراو واحد الليفغ واحد الكتاب كنساراو على الساهله. مي اون باس ترو دو طون سور انترنيت، ولكن حنا كندوزو بزاف ديال الوقت في انترنيت. دونك اول حاجه قلنا هي لانتروديكسيون، يعني المقدمه، المقدمه كتكون عندنا لا ديفينيسيون ديال داكشي اللي غنهضروا عليه. دونك هنايا كنهضروا على انترنيت لا تكنولوجي. دونك هنا اول حاجه، اول جمله هي هذه، لا تكنولوجي اي تري امبورطون دو نو جور باس كون لوتيليز لا بلوبار دو طون بور بريسك تو. من بعد كتجي بروميييرمون، اولا بروميييرمون بور موا جيم انترنيت باسكو سي تري اوتيل بور فير دو لا ريشيرش. ابري كنديرو 3 هي هادي، اونسويت من بعد 3 ensuite internet nous permet de rester en contact avec tout le monde, يعني هذا الانترنت كتمكننا اننا نبقاو في تواصل دائما مع العالم كامل. et puis au lieu de lire un livre on cherche la facilité 4 et après mais ولكن on passe trop de temps sur internet au في الاخر. دونك اللي هي كونكلوزيون، اللي هي فيها كندير واحد لا كونكلوزيون، يعني الخاتمه، يعني واحد الملخص داكشي اللي كنا كندويو عليه. دونك نقرا هاد لو تيكست اللي حصلنا عليه. لا تكنولوجي اي تري امبورطونت دو نو جور باس كون اوتيليز لا بلوبار دو طون بور بريسك تو. Premièrement, pour moi, j'aime Internet parce que c'est très utile pour faire de la recherche. Ensuite, Internet me permet de rester en contact avec tout le monde. Puis, au lieu de lire un livre, on cherche la facilité. Mais on passe trop de temps sur Internet. Donc, Internet, c'est utile quand on sait bien s'en servir. En dessous, maintenant, la deuxième question. Suivez avec moi. Recopiez ce texte en mettant les phrases dans l'ordre. Donc, Renhaulo, had le texte, had مرتبش غنرتبوه ونعاود نكتبوه هنايا. صافي غنكتبوه مرتب. دونك لي ساتيليت محمد 6، دونك يعني الاقمار الصناعيه محمد السادس. سي تاليس الينيا سبيس كي ا كونسو لا شارج دو سو سيستيم، دونك هاد الشركه هادي هي اللي تكلفات بهاد لو سيستيم، النظام ديال لي ساتيليت ديال هاد الاقمار الصناعيه. محمد 6 ايت ان سيستيم دو دو ساتيليت دو ريكونيسونس اي دوبسرفاسيون دو لا تير ا اي بي. دونك محمد 6 ايت ان سيستيم دو دو ساتيليت، هو واحد النظام ديال جوج ديال الاقمار الصناعيه دو ريكونيسونس ديال استطلاع وكذلك ديال
المراقبه ديال الارض ا اف بي لا سيرفيونس دو ليميغراسيون كلوديستان ني با اكسكلو لا سيرفيونس يعني المراقبه ديال الهجره السريه ني با اكسكلو يعني ماشي ما دخلاش هي في هاد لي ساتيليت كون ا لا كونسيبسيون دو لا بلاتفورم ساتيليتير ال ريفيان ا ايربو باش يديروا داك المنصه ديال هاد لي ساتيليت ديال هاد الاقمار الصناعيه رجعونا ايربو اها لو سيستيم اي كونستروي بور لو كونت دو سونتر رويال دو تيليديكسيون سبيسيال ماروك دونك هاد النظام تبنى برعايه يعني المركز الملكي ديال المراقبه الجويه المغربيه صافي لو ساتيليت ا ايتي لونسي دونك ساتيليت ا يعني القمر الصناعي ا الاول تلونسا في 8 في شهر 11 2017 اي لو ساتيليت بي في 21/11/2018 صافي لو ساتيليت محمد 6 ا بيرميت دوبسيرفي لو تيريتوار ناسيونال دونك يمكننا اننا نشوفوا التراب الوطني ميتيو الطقس وكذلك لاغريكولتور الفلاحه صافي دونك نبداو اول حاجه غادي نبداو نكتبوا لو تيتر لو تيتر هما هو لي ساتيليت لي ساتيليت محمد 6 اول جمله هي فين كنديروا ديفينيسيون ديال هاد لي ساتيليت يعني التعريف ديال الساتيليت تعريف ساتيليت كاين في بي صافي دونك اول جمله غنكتبوها هي هذيك صافي دونك ان هي هادي دونك محمد 6 بمايا اي تان سيستيم دو ساتيليت de reconnaissance et d'observation de la Terre de la Terre donc A et B ça veut dire deux satellites A B هذه مشات لينا deux هي هذه donc اللي تكلف بهذا المشروع donc deux c'est Thales Alenia Space qui a conçu la charge de ce système. La charge de ce système. Et après, quand à la conception de plateforme, elle menace ça. Quand à la conception de la plateforme satellitaire elle revient à Airbus d'accord après il y en a quatre ici le système est construit pour le compte du centre royal de télédétection spatiale Maroc et après 6 et j'ai le satellite Mohamed 6 a permet d'observer le territoire national donc pour météo et agriculture d'accord 6 donc bien pardon c'est wahda wa le satellite donc ana درت واحد هاي دونك واحد هنا جوج ثلاثة أربعة خمسة نسيتها خمسة هي هذه وستة عاد هذه دونك 5 غنزيد هنايا قبل هاد لو ساتيليت محمد 6 غنزيد لو ساتيليت A été lancé صافي هادي نسيتها هنايا انتبهوا لها نتوما دونك هادي هي F صافي F موراها هادي وكتجي موراها اخر حاجه هي هادي داك لا سيرفيونس دو ليميغراسيون يعني ما داخلش صافي لا سيرفيونس
de l'immigration. Clandestin n'est pas exclu. Donc, هذا هو الترتيب. الترتيب كيجي ب من موراها كتجي ا من موراها كتجي دونك ان دو برا كتجي دي من موراها كتجي بي ان دو 3 4 كتجي او 5 كتجي اف 6 كتجي جي اي 7 كتجي سي صافي. دونك هذا هو الترتيب. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري في هذا الفرق. دعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.